سبحانه وتعالى. أصل شوف، من لم يرى الحق في الدنيا ويستقيم عليه سوف يحجب عن إيه؟ عن وجه الله يوم القيامة. كلنا يزعم أنه يرى الحق، وهو العجيب أن الحق له مقياس واحد، نحن عددنا مقاييس الحق وهذه كارثتنا. وجهات نظري. لا لا، الحق ليس وجهة نظر، الحق أحق يتبع، الحق كتاب وسنة بس، ليس إلا هذا الحق كتاب وسنة. هناك اختلاف على الكتاب والسنة. لا لا، ليس هناك، هناك خلاف في الفروع وليس في الأصول، والخلاف بين العلماء غير ظاهر، إنما خلاف في تأويل النص أو تفسيره، ولكن الكل يلتقي عند الثوابت. طيب يعني هل اختلف عالم وقال مع أخي لا 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 أنا أرى أن الظهر 3 ركعات؟ لا، في ثوابت ما اختلف فيها. مساحة المتفق عليه تربو على 90% أو 95%، مساحة المختلف فيه أقل من 5%. صممنا أن نعيش في مساحة 5% ونترك 95% عند الاتفاق. ده دليل على إيه؟ على أن العقيدة تبخرت في قلوب الكثيرين منا، أو على قلة بضاعة العلم عند كثير من الناس، أو لأن الكبر هو الذي يصرف أمورنا، أو لأن الله ليس هو غايتنا، أو لأن القرآن والسنة ليس هو مقياسنا، أو لأن الإنسان عنده هوى، أو لأن الإنسان سبحان الله الشياطين سواء الإنس أو الجن احتوشته فصار وفق هواه، أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. هذا سبب الخلاف.